السيد هشام زعزوع وزير السياحة السابق اللي طبعا كان حريص على التواجد النهاردة ويلبي دعوة رئيس الوزراء. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. يعني الحمد لله بارك لك على المنصب الجديد إن شاء الله، لكن أكيد عايزين نتكلم على دلالة اللقاء النهاردة، السنة المحمودة الحقيقة مصر ما بعد 30 يونيو، يعني التواصل ما بين اللي بيغادر مكانه وما بين القادم، مش بس بنتكلم على التهنئة لكن حتى تبادل الخبرات والروح الطيبة. الحقيقة يا فندم أنا موافق حضرتك تماما، دي سنة محمودة جدا وأنا بعتبرها بداية مرحلة فيها هذه الثقافة اللي هي غابت عن بلادنا، إن المسؤول لما بيغادر المنصب لأي سبب يعني بيفسر كان في أغلب الأحيان في الماضي بأنه ده قصر أو مغضوب عليه أو ما إلى ذلك. الواقع إنه كتير ما بيكونش كده. النهاردة التغيير جزء من سنة الحياة وسنة التداول، ومش حد مفروض يبقى قاعد في مكانه العمر كله. وحاليا بلدنا عايزة التضحية وعايزة ان احنا كل شوية نجيب فكر جديد يناسب المرحلة ونضخ بدماء وإلى ذلك. وانا الحقيقة يعني بنتهز الفرصة دي عشان اشكر رئيس مجلس الوزراء واشكر السيد رئيس الجمهورية طبعا عن الفترة اللي فاتت ديت اللي انا حاولت ان انا اساعد فيها قدر استطاعتي الملف بتاعي، وسعيد النهارده بدعوة السيد رئيس الوزراء. كلمنا عن جو اللقاء النهارده كده يا فندم. لقاء ودي للغاية وبيتكلم فيه رئيس الوزراء عن تقديره لكل واحد فينا عمله، وانه احنا اصبح عندنا رصيد من الخبرة، مطلوب ان دايما نتواصل مع الحكومة وده هيحصل ان شاء الله، ومع الوزراء الجدد بصفه دايمه. يعني احنا بقى عندنا مجلس اللي هو قدام المحافظين، ممكن يبقى حاجه زي كده الوزراء. ايوه مظبوط. فاحنا ده وطلب ان احنا يعني نتقابل تاني على مستوى شخصي واجتماعي. والحقيقه اللي فاجئت بيه النهارده بانه دعانا لضروره حضور مؤتمر شرم الشيخ. يعني انا من الوزراء العشرة اللي كانوا هيقدموا ورقة عمل، طبعا الوزير الجديد هيقدمها. انما طلب من الوزراء ودانا جواب رسمي بدعوتنا لحضور المؤتمر، وان احنا نقول ارائنا فيه ونشارك. لا طبعا يا فندم، انتوا اشتغلتوا في ظرف شديد الحساسيه والدقه، ويعني يعني بالتاكيد ده ابسط شيء يعني انك تكونوا موجودين وحاضرين ان شاء الله هذا العرس. والله انا بالنسبه لي شايفه يعني سنه محموده، و وانه فعلا في تواصل، وانه انا مش ضروري يا فندم اخدم بلدي فقط موقع تنفيذي، ممكن اخدمها من اي موقع اخر بشكل او باخر. ومصر ادتنا كتير الحقيقه، واحنا انا سعيد وراضي وبشكر الحكومه، بشكر حضرتك على المداخله دي عموما لايضاح ما تم النهارده، وانا كنت سعيد باللقاء ده جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا مش بس على اللقاء أو على المداخلة، لكن كل إنسان دلوقتي بيقوم بدوره وبيجتهد أكيد بيستحق من الشعب المصري كل تقدير وكل شكر، ونخدم مصر في أي موقع وفي أي مكان بإذن الله زي ما حضرتك تفضلت. شكرا جزيلا وزير السياحة السابق السيد هشام زعزوع، شكرا لحضرتك.